نعم لو سمحت يا شيخ، أنا كنت من فترة كده التزمت وأطلقت لحيتي، لكن كتير من أهلي بيشددوا عليا إن أنا أقصرها بسبب التشدد والأمن يعني وكده، وإن أنا أتجنب الأذية، وخصوصا أمي يعني لأنها تعبت كذا مرة بسبب الموضوع ده، وبتقولي إن أنت ممكن تتأذى وكده. وعشان يعني أوضح لك الصورة يا شيخ، إن ده حقيقي فعلا، إن في ناس اتأذوا، ولكن برضه في نفس الوقت في ناس ربوها وأطلقوها وما تأذوش، لكن هم بيأثروها على خفيف. فهل يا شيخ لو انا اخذت برأي متخلفي الشفعية وطبعا الحكم المضطر، هل ده يجوز ولا لا يجوز؟ والله انت تعرف المضطر، الله قال في كتابه الكريم: وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه، لكن تقدير الاضطرار انت ابصر بنفسك.